شحنة واحدة من المساعدات ومئات القتلى. لا يحدث ذلك إلا في تعز، وبعد 8 أشهر من الحرب والحصار بات إدخال شحنة لا تتجاوز 3000 سلة غذائية بمثابة انتصار للمجتمع الدولي. وقالت الأخبار أخيرا سمحت قوات الرئيس المخلوع لبرنامج الغذاء العالمي بإيصال مساعدات إنسانية للسكان المحاصرين. دفع ذلك بممثلة برنامج الغذاء العالمي بروني ماكاشيا في اليمن إلى مرافقة لجنة الإغاثة ومقابلة مسؤولين في السلطة المحلية ومناقشة إمكانيات تقديم دفعات جديدة من المساعدات لسد احتياجات المحافظة وإيقاف الحرب ورفع الحصار. مديريات محاصرة من قبل جماعة الحوثي، وهذه المديريات أيضا تعيش حالة مأساوية. الفريق الدولي المرافق للجنة الإغاثة خضع هو الآخر للانتظار لساعات في الدحي بالمنفذ الغربي في المدينة، بينما أطلقت الميليشيا الرصاص على المدنيين وسقط شهيد. فعملية الإغاثة ليست من مفاتيح إيقاف الحرب، خصوصا في مدينة كتعز. كان هذا كافيا لتقديم شهادة على ما آلت إليه الأوضاع بحضور البعثة الدولية، لكن كالعادة تحاصر المدينة ويقتل سكانها، بينما لا يفضل المجتمع الدولي النظر سوى إلى ما يناسب مقاس نظراته. شحنة واحدة من المساعدات يقال بأنها الثانية في قائمة المساعدات التي قدمتها اللجنة الدولية لتعز، لكنها لم تخفف من وطأة الحال المتردي في لحظة يستمر الوضع على ما هو عليه. قتال في عدد من الأحياء داخل المدينة وفي الجبهات المشتعلة في أطراف المحافظة. ترسل الميليشيا العشرات إلى المقابر، ويقدم المجتمع الدولي شحنة غذاء وقمح لمدينة محاصرة لا تبحث على الخبز بقدر ما تلهث فيه نحو الأمان والسلام. فالمشاهد التي تأتي من هناك قاهرة، إذ تبدو تعز اليوم مقبرة كبيرة تتوسع بشكل ملحوظ، فلا يمكن أن يكون الوجه الآخر للحرب غير هذه النعوش والقتلى من المدنيين برصاص وقذائف الميليشيا. فالصيغة العاطفية الموجعة حد البكاء هي ما تكتبه حرب صالح والحوثي اليوم في تعز.